شيء شفته بالجزائر في أول لحظة، صبية اسمها خلود اجت اهدتني نسخة من القرآن الكريم تدرس عليه، واهدتني هذه الوردات واعطتني هاي الرسالة الجميلة. بس لو ما هاي شوف هاي الرسالة، يعني لو ما هاي الرسالة كانت طويلة كنت قريتها. بس هاي هي خلود، لك خلود. تفضل معنا خلود، يعني شابة جزائرية جاءت من أجل استقبال الفنان القدير عباس تنوري، معجبة، جميل جدا يعني. تفضلي خلود، قولي لنا تحبي الفنان عباس نوري؟ إيه. مش كتبتي له في الرسالة؟ قرينا شوية من الرسالة. سر في شغلات سرية قدام زوجتي ما بدها تحكي. معلش. إذا الفنان يعني هلا أنا موجود طبعا معي الكاتبة زوجتي السيدة عروس خالد، والأستاذ النجم نزار أبو حجر كمان موجود ضيف المهرجان. أنا كنت سعيد بهالرحلة هي اللي كانت الحقيقة غير متعبة على الإطلاق. طلعنا من دمشق إلى بيروت، من بيروت إلى اسطنبول، من اسطنبول إلى الجزائر، وهلأ من العاصمة إلى قسنطينة، ومن قسنطينة إلى باتنا. راح تكون رحلة جميلة أكيد بالجزائر. هلا تصير بالجزائر واحد بيطمن، أما كل المشوار بالجو ما عم نعرف على وين رايحين. بس هلا وصلنا للأمان.